اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره سهم وقوس. النهارده موجود معانا منورنا كابتن خالد مصطفى، مدرب وخبير نادي الزمالك بقطاع الناشئين، وحديث كروي اكيد هيكون مهم جدا وبيخص كل الزملكاويه في كل مكان. يا كابتن، يعني برحب بيكم، منورني النهارده في نهارك اهلا ابيض. بيكي واهلا بجمهور نادي الزمالك كله، وان شاء الله يكون يوم الجمعه يوم فرح لينا كلنا باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. يعني في البدايه كده يا كابتن، بنقول النهارده حلقه مميزه لكل الزملكاويه. النهارده عيد ميلاد كابتن شيكابالا، عايزه منك كده كلمه لشيكابالا. طبعا بقول له كل سنه وانت طيب والعمر المديد ليك ان شاء الله، كده تمتعنا في الملاعب، لان هو صراحه من المواهب الفذه اللي يعني على مدار الكره المصريه كلها ما شفناش من اللعيبه المميزه زيه او القلائل. يعني صراحه هو ايقونه نادي الزمالك وايقونه مصر كلها في المهاره بصراحه، وقائد بصراحه. يعني لا تشوفه طبعا جوه الملعب وبره تمتع الملعب، بالخفه يعني الدم والمهاره، وقائد طبعا دلوقتي هو في نادي الزمالك، وما شاء الله عطاء مستمر لحد السن دوت، ربنا يبارك له. دي حقيقة طبعا. والعمر طبعا المديد ليه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. طيب هتكلم بقى معاك يا كابتن عن مباراة سواري الغيني. يعني في بعض الناس رأيهم انه لا، احنا كان احسن لنا نلعب المباراة وكان هيتم تجهيز اللعيبة بشكل افضل، والبعض الاخر بيقول انه لا، احنا احسن لنا ما كناش نعمل مباراة علشان ما يكونش في اصابات تضر الفريق في المباراة المقبلة ان شاء الله امام الاهلي. شايف من الاحسن ان احنا كنا نلعب المباراة ولا لا؟ شوف حضرتك، هو طبعا هي الموضوع ليه شقين، لان المباراه كانت هتبقى كويسه للمدرب ان هو يقدر يحط ايده على بعض المفاتيح اللي تكون جاهزه او اللي عايز يجربها، بالذات لو كان في دماغه ناس لعيبه معينه لسه ما لعبتش عايز يجربها في ماتش زي كده، فتقدر تكون جاهزه ماتش الاهلي. وان طبعا لما تلعب مباراه قويه قبل ماتش الاهلي وتكون جاهز، لان فتره الشفاء كويسه الحمد لله، فده طبعا انا كنت شايف ان اللعب يكون يعني افيد لينا. لكن قدر الله ما شاء فعل، ممكن نقول برضو ان لو لعبنا وحصل اصابات كنا ممكن نفقد بعض اللعيبه في المباراه، لان انت عارف اللعيبه الافارقه دايما لعبهم دشع، بيبقى فيه بعض العنف وكل خشونه وكده. فاحنا نحمد ربنا على اللي حصل، قدر الله ما شاء فعل. هي كانت من الناحيه الفنيه يعني ايجابيه شويه لقبل مباراه الاهلي. مظبوط، ولكن بقى عندنا كمان روحه اكتر شويه من طبعًا الفريق طبعًا المنافس، يعني طبعًا ده اكيد برضه هيفرق مع أكيد الفريق. الاستشفى طبعا اللعيبه تروح جاهزه وفايقه باذن الله عشان يقدموا مباراه قويه. طبعا. طيب لو هنتكلم بقى يا كابتن عن مباراه الزمالك والاهلي، انت رايك الفني شايف المباراه ممكن تمشي ازاي؟ مباراه طبعا الاهلي والزمالك، يمكن انا كنت بسمع الكابتن عادل من شويه، عمرها ما كان ليها حسابات ولا تقدر تقولي مين الاقوى ومين الاحسن. هي مباراه بتكون لوحديها في ال 90 دقيقه بتاعتها، ممكن تلاقي نادي متفوق، ممكن تشوف توقع نادي متفوق والعكس صحيح. لكن احنا ان شاء الله بالسكواد اللي يعني نادي الزمالك جابه ومجلس الاداره بنشكره على اللعيبه اللي جابوها السنه دي، جايب سكواد كويس، في لعيبه كتير جدا مهاريه، في لعيبه جدا قوات في الملعب زي عبد الله السعيد، في ناصر ماهر امكانياته عاليه جدا، في لعيب كبير جدا جدا هيكون ليه مستقبل مع نادي الزمالك كويس زي احمد حمدي، من اللعيبه الخطره جدا جدا في الثلث الامامي. فطبعا السكواد دوت مع اللعيبه القدام ان شاء الله تكون التوليفه مظبوطه في المباراه، ويكون حصل الانسجام في الثلاث مباريات اللي هو لعبهم المدرب الجديد، ويقدر يحط ايده على التشكيل المناسب اللي ان شاء الله يؤدي بيه مباراه قويه. مظبوط، يعني مباراه بدون مقاييس، وممكن صعب ان احنا نتوقع نتيجه المباراه، ولكن في الاول وفي الاخر احنا بنقول واثقين في اداء اللعيبه، عندنا طبعًا صفقات طبعًا كويسه جدا طبعًا. ان شاء الله نشوف يعني اداء مختلف للزمالك في المباراه القادمه. يعني باذن الله طبعا، لان حتى لو تلاحظي في السكواد اللي جه كمان الناحيه الهجوميه والتلت الاخير في الملعب مليان نجوم، فان شاء الله يكون لهم دور كبير جدا جدا في تحقيق الفوز باذن الله يوم الجمعه ان شاء الله. طيب كابتن، شايف ازاي استعدادات الزمالك؟ زي ما قلنا عندنا فتره راحه اكبر، كمان وصلنا السعوديه او وصلنا الرياض بدري يعني قبل المباراه بكذا يوم، فانت شايف ازاي الاستعدادات ممكن تتم؟ طبعا وصولك قبل 72 مباراه 72 ساعة. ده شيء مهم جدا جدا، ياخدوا على الملعب وعلى الاجواء. طبعا درجة حرارة في السعودية طبعا بتختلف عن مصر شوية، اللعيبة لما تتمرن في هذا الجو في نفس موعد المباراة بيكون طبعا أحسن بكتير جدا بدل ما تروح قبلها بيوم أو يومين. الاستشفاء برضو الحمد لله لفترة طويلة جدا لكل لاعب، تاخد راحة وتكون جاهزة للمباراة بإذن الله تعالى، ودي برضو فارتنا في إن زيزو كان عنده بعض الإرهاق في الفترة اللي فاتت. طبعا الاستشفاء ده هيكون هيرجعه إنه ينزل المباراة إن شاء الله بإيجابية ويرجع لحالته الطبيعية، وده طبعا فاد نادي الزمالك جدا جدا الفترة اللي فاتت الحمد لله. وصوله هناك هيخلي برضو المدرب ثلاث ايام التدريب او اليومين التدريب هيتمرنهم هناك، اللي هو زي الثلاث والاربع دول مهمين جدا جدا، هيقدر يحط ايده على التشكيل الاساسي، وهو طبعا اقرب واحد للتشكيل المناسب للخطه اللي هيلعب بيها. واضح ان هو بيلعب 4-2-3-1، وانا بعتقد ان دي خطه مناسبه جدا جدا، ان بتتيح للديفندرات انه يقفلوا الملعب كويس، ويتيحوا للطرفين اذا كان فتوح او عمر جابر ان هم يقدروا يزيدوا مع الفرقه،
وان شاء الله يعني الفتره دي الثلاث ايام دول تخليه يحط ايده على التشكيل المناسب اللي يحقق بالفوز باذن الله. مظبوط. وبما اننا اتكلمنا كابتن عن التشكيل، يعني انت شايف برضو خط وسط الزمالك هو تقريبا الاصعب في ان احنا نختار مين الثلاثي اللي ممكن يبدا المباراه، شايف من وجهه نظرك مين اللي المفروض يبدا؟ بص حضرتك، طبعا انا يعني بشوف ان شحاته ودونجا هم يعني ما اعتقدش ان يكون فيهم تغيير. بس انا بس بلاحظ على شحاته ان هو جاي جديد وعايز يثبت وجوده، فيكون هادي شويه. مباراه القمه مش محتاجه انك تكون خارج نطاق التركيز، يركز كويس جدا في دوره في الملعب عشان برضو بيلعب باداء فيه حماس اكتر من اللازم. الحماس مطلوب والروح مطلوبه، لكن مطلوبه بحساب عشان خاطر انت طبعا برضو ما تجيبش اصابات لنفسك، ما تجيبش فاولات كتير على الفرقه. فانا بعتقد ان شحاته ودونجا مهمين جدا جدا عشان دول الاثنين دول سته يقدروا يقفلوا الملعب كويس. هي المشكله كلها هتكون في رقم 10 اللي بيلعب تحت الفراوده، هل هو عبد الله سعيد ولا هو اوباما؟ لو هيلعب اوباما مهاجم اعتقد ان عبد الله سعيد هو اقرب واحد اللي يكون رقم 10 في الملعب. لو هيلعب اوباما رقم 10 فهيكون ممكن عبد الله سعيد بديل للشوط الثاني، على اساس ان برضه ايه امكانياته تبقى اقوى واقوى لما يلعب في الشوط الثاني ويبقى اضافه جيده لنادي الزمالك. الطرفين ما فيش خلاف عليهم طبعا، لان شلبي هيكون موجود وكابتن زيزو الناحيه الثانيه. المهاجم لو اللي هو الاسترايكر، هل هو الجزيري ولا منسي؟ اعتقد برضه لفتره التمرين اللي فاتت والثلاث مباريات اللي لعبهم المدرب هيقدر يحط الراجل المناسب في المكان المناسب. لكن انا بحفز الجزيري اكتر، ليه؟ هو طبعا منسي امكانياته على الجون عاليه جدا جدا وهو جوه الصندوق خطير، لكن الجزيري انت محتاجه حركه. لعيبه الاهلي برضه راجعين من بطوله افريقيا، اغلبيتهم كانوا بيلعبوا في المنتخب، لاعبين كذا ماتش اكتر منك، فهم اجهز، فانت عايزه واحد برضه يكون زي بلغه الكوره بيقول يهد شويه في الحته دي. مظبوط مظبوط مظبوط. فطبعا برضه عوده فتوح مهمه جدا، حسام والمسلوسي وعمر جابر اعتقد المراكز دي هو الراجل يعني مستقر عليها. معاهم طبعا محمود علاء وزناري، ومحمود علاء برضو على فكره خبرات كبيره جدا في ماتش الاهلي والزمالك، يعني ممكن يستعين بيه وانه يطلع المسلوسي باك رايت. دي طبعا هترجع للمدرب والاقتناعات اللي عنده، لان هو برضو كل مدرب قريب من اللعيبه يكون عنده قناعات معينه للمراكز. هو ممكن يكون اقتنع بالمسلوسي سيرد باك، مش مقتنع بيه باك رايت، او مثلا حاسس ان فايدته في السيرد باك اكتر من وجوده باك رايت، لان عنده عمر جابر يقدر يعوض كده وعنده سيد نمر موجود. فهو بيقول لا انا عايز الراجل ده في المكان ده، راجل طويل هيدرز كويس، لعيب كوره كويس. فاعتقد ان التشكيل هيكون زي ما قلت لحضرتك، هيكون فتوح وحسام والمسلوسي وعمر جابر، شحاته ورؤى، وزي ما قلت نمره 10 هتكون ما بين عبد الله سعيد وبين اوباما، الناحيه اليمين زيزو وناحية الشمال شلبي، والمهاجم هيكون سيف جزيري او منسي. طبعا عندنا كابتن شيكابالا بره موجود، وانا انصح ان باذن الله تعالى يكون في الشوط الثاني وجوده مهم موجود. نص ساعه الاخيره، لانه طبعا هو ماتشات الاهلي والزمالك متالق دايما وجاب لنا الكاس قبل كده برضه في مباراه الاهلي والزمالك، فوجوده مهم جدا جدا في المباراه او في جزء من المباراه. طبعا التشكيل ده بيكون وجهه نظر، لكن المدرب اقرب لل11 اللي هيبداوا المباراه وحسب الخطه اللي هيلعب بيها. وممكن برضو ما يلعبش 4 2 3 1 قدام الاهلي، ممكن يكون في دماغه حاجه ثانيه. لكن الطرق دي كلها بيكون المدرب هو الاقرب انه يحط الحاجه المناسبه للاعيبته ومناسبه مع المنافس. مظبوط. طب لو هنتكلم يعني بما اننا بنتكلم على التشكيل، احنا شفنا في مباراه الداخليه ناصر ماهر كان بيلعب كوينج شمال، شايف انه مستر خوسيه جوميز ممكن يبدا برضو او ممكن يعني يكون شايف ان هو الانسب في المكان ده في مباراه القمه؟ عشان كده بقول لحضرتك هو وجوده معاهم في التمرين اكيد بيشوف حاجات. هو مثلا ماتش الاسماعيلي يعني اداه كويس، مصطفى شلبي مثلا هو اداه كويس في ماتش الاسماعيلي، لكن برضو ماتش الداخليه ما كانش بنفس القوه اللي لعب بيها ماتش الاسماعيلي. لكن شلبي مكانه وحافظه، وبعدين لعب قدام الاهلي قبل كده ولعب ماتشات كتيره مع نادي الزمالك، اعتقد ان وجوده يكون يعني من الناحيه الايجابيه اكتر ايجابيه من ناصر ماهر. وانا لو احتجت ناصر ماهر موجود معايا على الدكه بره، اقدر استفيد في اي وقت. مظبوط طبعا. طب انت تتوقع كده من وجهه نظرك يا كابتن، يعني مين من الصفقات اللي نقدر نقول ان هو هيتالق في مباراه القمه او في الفتره القادمه ان شاء الله لنادي الزمالك؟ مباراه القمه ممكن عبد الله سعيد وجوده هيكون مهم جدا جدا، لكن انا ان شاء الله بتحدى في احمد حمدي. الحمد لله لعيب هيكون له دور كبير جدا مع نادي الزمالك، ان اداؤه قريب من نادي الزمالك. اولا لعيب مهاري، وبعدين على الجون كويس جدا، شويت بيلعب في الثلث الاخير في بمنتهى الروعه. وانا شفته قبل كده ايام ما كان الجونه، كنا الناس كلها كانت مركزه عليه. ويعني عمل معانا مباراه قويه جدا جدا حتى في نهائي الدوري مره في الجونه، وعمل مباراه قويه. بس يبدا يعني يرجع، لانه واضح ان هو بدنيا مش جاهز. اول ما هيرجع هيكون دور كبير جدا جدا مع الزمالك الفتره اللي جايه. مظبوط ان شاء الله. طيب لو هنتكلم يعني عن مباراه القمه برضو، هنتكلم عن اهم التحديات اللي ممكن تواجه مستر خوسيه جوميز، وانت من وجهه نظرك بشكل عام يعني ايه التحديات اللي ممكن تواجهه وازاي كمان يتغلب على التحديات دي؟
هو كل مباراه طبعا اكيد بيبقى ليها ظروف مختلفه. طبعا النادي الاهلي فريق جاهز زي ما قلت لك، راجع من افريقيا وراجع من انتصارات، لعيبته اغلبيتها جاهزه، عنده سكواد كويس وعنده بدائل موجوده كويسه جدا جدا. اعتقد ان قفل الملعب ونص الملعب عليه دور كبير جدا جدا، يقدر يكون هو اللي يحدد ان شاء الله المباراه هتصير ازاي، لان اللي بيمتلك نص الملعب في مباراه اهلي وزمالك اعتقد بيمتلك المباراه. فنص الملعب والخط الهجومي عندنا الزمالك ما شاء الله فيه لعيبه كويسين جدا جدا يقدر يحقق الفوز. ده مع الاحتفاظ طبعا ان انا ما تسيبش مسافات كبيره بين خط الديفنس وخط نص الملعب، لان هم برضو عندهم ثلاثه مهاجمين خطيرين بيتحركوا في المساحات كويس جدا جدا. فلابد ان يكون المساحات قريبه من بعض في حاله الهجوم او في حاله الدفاع، عشان خاطر ما اديش مساحات لعيبه الاهلي كبيره يقدروا يتحركوا فيها. مظبوط. وكان يعني احنا بنتكلم برضو ان هو يا كابتن المدير الفني بقاله شهر مع الفريق، يعني ما لحقش ان هو يفهم اللعيبه قوي او اللعيبه تفهمه قوي او ينسجموا بالشكل الكامل. يعني ممكن يكون في انسجام وفي فهم ما بين التفاهم ما بين الاثنين، ولكن هو حتى كان بيقول في كذا مؤتمر صحفي ان هو لسه في مرحله التعرف على اللعيبه وبيحاول ان هو يدي فرصه للكل. فجاه زي ما بنقول لقى نفسه داخل على مباراه مهمه جدا، مباراه كاس مصر امام الاهلي، وعندنا بعديها برضو احنا في الدوري وفي الكونفدراليه عندنا بطولات كتير، عندنا مباريات مهمه كتير. فانت شايف ازاي هو يعني يقدر ان هو يتعامل مع الضغوطات دي كلها؟ اولا لحضرتك طبعا ما نقدرش نحكم على مدرب من 3-4 مباريات، لازم نديله فتره طويله. الانسجام مهم جدا جدا، لكن برضو هو عنده بعض اللعيبه الاساسيه في نادي الزمالك من فتره. يعني الاضافات اللي هتكون مثلا في عبد الله سعيد او ناصر ماهر كلها اضافات قليله مش كبيره، وبعدين معاه الكابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره، راجل مشرف على الكوره وكان حارس مرمى، يعني راجل بتاع كوره، عنده معاه عبد الواحد سيد، معاه المساعد احمد مجدي، كل دول اكيد ليهم اراء او ادوا له بعض الخلفيات المهمه جدا على الفريق وعلى الاساسيين. فتره اكيد اتفرج على شرايط نادي الزمالك قبل كده عشان برضه يقدر يحط ايه التشكيله المناسبه، لان زي ما انت حضرتك قلت الفتره قصيره، لكن لازم يطلع على بعض شرايط الماتشات اللي فاتت، برضه معاه جهاز معاون ياخد رايه. فطبعا مفيش شك احنا مش هنحكم عليه في الفترة القصيرة دي الا لما نشوفه قدام شوية، مثلا نحكم عليه بعد 10 مباريات مثلا نقول والله خلاص دي خطته كويسة، ده التشكيل المناسب، وان شاء الله يكون في انسجام. لان انا برضو شايف ان بعض اللعيبة اللي موجودة في الملعب اغلبيتها لعيبة نادي الزمالك اللي موجودة من الاول. مظبوط. فالاضافات ان شاء الله مش هتكون كتيرة. مظبوط. فحتى الاضافات الكتيرة واحد زي عبد الله سعيد ما شاء الله خبرة دولية ولعيب كبير جدا مش لعيب صغير. ناصر ماهر برضو ما هوش لعيب صغير، لعب كتير جدا مع فرقته ومع فيوتشر. فاعتقد الاضافات ما هياش كبيره قوي 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 تحسسك ان مفيش انسجام. لا ان شاء الله اللعيبه اللي بتلعب في الملعب كلها اغلبيتها لعيبه نادي الزمالك، وان شاء الله فيهم انسجام. اهم حاجه الروح والتركيز في تعليمات المدرب طبعاً. واني العب علشان خاطر اكسب من اول مره، طبعا يكون في انكار للذات، والروح تبقى مهمه جدا جدا جدا، مفيش عصبيه، يكون في تركيز عشان اقدر اطلع من المباراه لبر الامان. مظبوط طبعا. طب من وجهه نظرك الفنيه يا كابتن، شايف ايه هي اهم نقاط الضعف للنادي الاهلي اللي احنا ممكن نشتغل عليها؟ هو طبعا نادي الاهلي عنده الطرفين مهمين جدا انت تضغطي عليهم، لان علي معلول طبعا لعيب كبير لكن سنه كبر فالسرعات عنده قليله، وزيزو ما شاء الله لعيب كويس ويقدر يعني 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 يكسب يبغط. الجبهه دي لصالحه. مظبوط. طبعا مع اضافه ان عمر جابر بيزيد معاه. الناحيه الثانيه برضو شلبي، محمد هاني برضو لعيب كويس، لكن برضو لما بتشتغل عليه بمهاره بيكون يعني بيتاثر شويه. طبعا نص الملعب بتاعهم صراحة قوي، لازم احنا نكون مركزين جدا جدا في دونجا وشحاتة في دورهم، ان لازم اقطع كل الهجمات من اول نص الملعب عشان خاطر ما يسببش زي ما قلت لك قدامهم التلاتة قدام جامدين، فلازم اعمل ايه حساب المسافات اللي موجودة. لكن انا بقول الاطراف النادي الاهلي هي اضعف ما موجود عنده. مظبوط. اطراف ناحية اذا كان ناحية علي معلول او ناحية محمد هاني، هو دي الاماكن اللي موجودة في النادي الاهلي تقولي فيها ثغرات. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ زائد القلب برضه من فتره، يمكن انا بتابع الكوره يعني في افريقيا للزمالك الاهلي او للزمالك، الاوفرات يعني الضربات الثابته مؤثره جدا على النادي الاهلي. دي حقيقة. برضو لابد ان زيزو يستغله، وشيكابالا ان شاء الله ما يكون موجود نستغله، عندنا منسي هيدرز كويس وبرضو الجزير هيدر كويس، برضو اعتقد ان الحته دي فيها ما فيهاش يعني تالق قوي في ناحيه الهيدرز. فممكن برضو الكرات العرضيه ان شاء الله النادي الزمالك يتغلب عليها ان شاء الله. طيب احنا كده بنتكلم على نقاط الضعف عند النادي الاهلي، لكن لو هنتكلم على سلبياتنا او اخطائنا اللي شفناها في المباريات اللي فاتت لنادي الزمالك، طبعا سواء كانت مع الداخليه او اي مباراه فاتت، شايف ايه هم اهم السلبيات اللي عند نادي الزمالك، وازاي مستر خوسيه جوميز يشتغل على السلبيات دي؟ طبعا احنا برضو عندنا خط الديفنس، لان برضو لسه ما فيش التاقلم قوي اللي موجود مع لسه فتحوا راجع،
وبرده يعني حسام والمسلوسي بيلعبوا مع بعض بقالهم 3 ماتشات، لكن مش ده اللي موجود قبل كده. حسام راجع من اصابه والمسلوسي ما هوش مكانه الاصلي، فبرضه احنا عندنا الحته دي برضه فيها مشكله، والعمق فيه مشكله. دايما الكرات الطويله بتاثر علينا، برضه انهاء الهجمات برعونه، مش من لازم يكون في تركيز على المرمى، ان ممكن تجي لك فرصه او فرصتين في ماتش زي دوت، انت لو خلصتها كسبت المباراه. فبرضه لازم استغل فالكرات السهله اللي بتضيع دي مش كويسه. نص الملعب لابد ان يلعب الكور السهله وينقل الكره بسرعه، بالذات للثلث الهجومي بتاعنا عشان خاطر تبقى مؤثره. طبعا يعني زيزو ما شاء الله وشلبي لعيبه كويسين، لكن برضه لابد ان يساعدوا شويه في حته الدفاع. لابد ان الاهلي زي ما بيهاجم بيهاجم بقوه، فلا بد ان ما يكونش دور دونجا وشحاته بس هم اللي بيدافعوا ويقفلوا على الاطراف. يحاول برضه شلبي وكابتن زيزو لما تكون الكوره من ناحيتهم ان هم يحاولوا يساعدوا في حته الدفاع ديت، عشان برضو زي ما قلت لك الثلاثه الهجوميين بتوع النادي الاهلي خطرين. دي حقيقه طبعا. طيب احنا معانا القايمه يا كابتن خالد، ولكن عايزه اعرف من وجهه نظرك يعني مين ال11 لاعب اللي انت تتوقع ان هم يبداوا المباراه؟ اتوقع طبعا صبحي، عمر جابر، المسلوسي، حسام عبد المجيد، فتوح، وشحاته ودونجا في نص الملعب، بالذات لو هو بيلعب 4-2-3-1. قدامهم عبد الله السعيد او اوباما، هو ده بس اللي انا مختلف فيه، لان لسه مش عارف هيلاعب امام مهاجم ولا هيلاعب 10. مظبوط. شلبي والجزيري وزيزو هم اقرب الناس لبدايه المباراه ان شاء الله. طب شايف دور كباتن الفريق ايه؟ يعني خصوصا ان احنا اتكلمنا على ضغوط، يعني الضغط الكبير اللي على اللعيبه في تلاحم المباريات، ازاي يتم تجهيزهم بالشكل الامثل؟ ازاي كباتن الفريق تقدر ان هي تلم الفريق وان هم يحفزوا الفريق بالشكل الامثل من وجهه نظرك؟ طبعا شيكابالا موجود كابتن كبير، واكيد هو ده دوره بيقوم بيه على طول في كل مباراة، ان شاء الله يحفزهم على كده. عبد الله السعيد برضو ما هوش ده نجم كبير جدا وسنه ما شاء الله وخبراته تخليه برضو يكون وجوده مع الفرقه في اوضه اللبس ليه عامل مؤثر، هو وشيكابالا ان شاء الله. وبقيه اللعيبه زي اوباما وزي زيزو طبعا ليهم دور كبير، لكن هم دول عشان يعتبر اكبر سنا واكبر خبره موجوده في الملعب، فان شاء الله يكون لهم دور كبير جدا في اوضه اللبس، حفزوا اللعيبه ويعني يفهموهم ان دي مباراه واحده، والمباراه الواحده دي دايما ما تبقاش عارفه مين اللي هيكسب، فانت لازم تركز انك تاخد المباراه. دي مش 3 بونت، ده مباراه كاس، ركز كويس جدا، لان اللي بيخطف المباراه وبيبدا من الاول جاهز ومركز ان شاء الله بيكون له ان شاء الله يا رب. طبعا. طيب لو يا كابتن عايزه منك رساله بس يعني كمشجع زملكاوي، ورساله كمدرب طبعا للعيبه للعيبه الزمالك، هتكون ايه قبل مباراه القمه؟ مباراه مهمه جدا. رسالتي طبعا كمشجع اقول لك ان الروح نمره واحد، مفيش مباراه بتطلع بين اهلي والزمالك دايما اللي يبقى روحه قويه ومركز باول مباراه ان شاء الله بيكسب المباراه. دوري كمدرب اقدر اقول لك ان لازم اللعيبه تركز كويس جدا في ادوارها اللي بلغها المدرب ليهم. التركيز عالي جدا جدا يكون موجود، وما افقدش التركيز بعد ربع ساعه ونص ساعه من المباراه وابدا العب بطريقتي انا، لا، ركز في دور اللي يقوله لك المدرب كويس جدا، ابدع في امكانياتك، طلع كل اللي عندك في صالح الفريق وفي صالح الخطه الموضوع للمباراه، ان شاء الله باذن الله يكون طيب حليفهم الفوز. يا دكتور يعني عايزه اسالك على حاجه برضو ليها علاقه بالقايمه، ولكن يعني احنا عارفين عندنا اصابه للونش واصابه لعبد الشافي، فتوح يمكن الجاهزيه بتاعته لسه يعني ان شاء الله نشوفه باحسن حال، ولكن عندنا غيابات وعندنا اصابات، شايف ان هم هياثروا بشكل كبير على ادائنا يوم الجمعه ان شاء الله؟ اعتقد يعني بفضل الله تعالى ان الاصابات ما هماش اساسيين في المباراه. يعني هي اصابات طبعا وجودهم كان يكون موجود لعبد الشافي نجم كبير ويكون بدل بديل يعني مناسب لفتوح لو زي ما انت هتقولي مش جاهز او مش قادر يكمل المباراه كلها، لكن معنا سيد نيمار موجود باذن الله يقدر يقوم بالدور ده اذا كان ينزل باك رايت وكابتن عمر جابر يروح ناحيه الشمال. لكن انا اعتقد ان الغيابات ما هياش مؤثره قوي على بدايه المباراه، لان هم ما هواش في الفتره اللي فات اساسيين، فان شاء الله اللي موجودين فيهم الخير والبركه وان شاء الله يحققوا الفوز ويرجعوا بالكاس باذن الله ويدوا هديه لشيكابالا في عيد ميلاده. يا رب. طب تبقى احلى هديه دي تاني باذن الله. طيب يا كابتن يعني عايزه اخيرا منك بقى رساله لجماهير نادي الزمالك في الفتره طبعا اللي جايه. والله جماهير الزمالك ده هينقسموا 2، الجمهور اللي موجود في السعوديه ان شاء الله يملوا المباراه ويكونوا مؤازرين للفريق، وبرضه يكونوا هاديين في التشجيع، لان احنا برضه في بلد صديق وكده، ما احناش في بلدنا. يأدوا اللي عليهم، يشجعوا فرقتهم لحد اخر دقيقه، حتى لو مثلا لا قدر الله جه في جون او كده او المباراه ماشيه تعادل لفتره طويله يشجع لحد الاخر، لان لحد اخر لحظه ممكن فريق بيجيب جون ولو في اخر دقيقه. الجمهور اللي في مصر طبعا بيتابع من هنا خلال الشاشات،
يدعي لنادي الزمالك ان شاء الله يكسب ويأزره من هنا ان شاء الله، واول ما يجي باذن الله يستقبله وهو حامل الكاس ويبارك له باذن الله تعالى. ان شاء الله يعني اكيد بنتمنى التوفيق كله للفريق، وان شاء الله الفتره الجايه مزيد من انتصارات ومزيد يعني من النجاحات لنادي الزمالك، ويفرحونا كلنا ان شاء الله باذن الله. يعني كابتن الحقيقه الوقت جري، يعني انا بشكرك جدا لوجودك معايا النهارده، نورتني. انا اللي بشكرك وبشكر حضرتك الزمالك، وان شاء الله يوم الجمعه كالعاده نبارك لنفسنا باذن الله على الفوز بالكاس ان شاء الله. يا كابتن بشكرك جدا، شكرا لحضرتك. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان معايا كابتن خالد مصطفى مدرب وخبير نادي الزمالك بقطاع الناشئين، وكلام يعني خاص ومهم جدا عن نادي الزمالك وعن المباراه المقبله ان شاء الله يوم الجمعه امام الاهلي في نهائي كاس مصر. بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، واشوفكم في حلقه جديده من نهارك ابيض.